ساعات قليلة كانت كافية لإشعال معركة مبكرة بين عملاق التغريدات القصيرة تويتر ومولود شركة ميتا الجديد تطبيق ثريدز، الذي استطاع جذب نحو 30 مليون مشترك بعد 18 ساعة فقط. فما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز؟ وهل سيستسلم إيلون ماسك وشركة تويتر أمام هذه الضربة القاضية؟ في وقت تتعثر فيه منصة تويتر، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين، إذ أطلق خدمة ثريدز المصاحبة لإنستغرام والتي طال انتظارها وتتحدى تويتر. يشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها. أسباب الانتشار السريع: خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات زياد عبد التواب يعدد في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أسباب الانتشار السريع للتطبيق الجديد ثريدز. وقال عبد التواب إن الانتشار بهذه السرعة يعود إلى عدة أسباب تتمثل في الآتي: اعتماد تطبيق ثريدز على تطبيق إنستغرام الذي يضم قرابة 2.5 مليار مستخدم، وبالتالي هناك سهولة في انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر. الأمر الثاني يتعلق بالدعاية التي صاحبت انطلاق هذا التطبيق. الأمر الثالث هو الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة ب 280 حرفاً في تويتر في حال كان الحساب غير موثق. كما أن التطبيق الجديد أيضاً يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق في المدة. منافسة صعبة. يرى عبد التواب أنه من الصعب الحكم على الأمر حالياً فيما يتعلق بجذب ثقة الجمهور، خاصة أن التطبيق ستنطبق عليه سياسة الاستخدام الخاصة بشركة ميتا، وهي سياسة أكثر تشدداً من تويتر. ومن الصعب التكهن بمستقبل ثريدز حالياً، خاصة أنه لا يزال يفتقر إلى بعض الخصائص الأساسية مثل الرسائل الخاصة بين المستخدمين. تويتر يهدد بمقاضاة ميتا. في نفس يوم إطلاق ثريدز، هددت شركة تويتر بشكل علني بمقاضاة شركة ميتا بلاتفورمز، حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة. كتب محامي شركة تويتر أليكس بيرو رسالة تحذيرية إلى ميتا نشرها موقع سيمافور الأمريكي، طلب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته. زعم محامي تويتر أن ميتا استعانت عمداً بموظفين سابقين في شركة إيلون ماسك لتقليد واستنساخ التطبيق، محذراً من نقل هؤلاء الموظفين أسرار تويتر إلى ميتا التابعة لمارك زوكربيرغ. أشارت الرسالة إلى أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني. كما أن ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية الجديدة لموقع تويتر قالت في تغريدة لها أن الشركة غالباً ما تم تقليدها، في إشارة واضحة إلى ثريدز. في المقابل أكد متحدث باسم تطبيق ثريدز أنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر. في عصرنا الرقمي المتطور أصبحت منصات التواصل الاجتماعي لها دور مهم وواضح في حياتنا اليومية، فهل يستطيع ثريدز حقاً القضاء على تويتر؟ أم يستطيع تويتر العودة إلى سابق عهده؟ شاركنا برأيك في التعليقات. من تتوقع أن يحسم المنافسة لصالحه؟ وهل هذه المنافسة الشرسة في صالحنا كمستخدمين؟ أم في صالح العمالقة فقط؟